مرحبا بك من جديد سهام البوش. اكيد بانه نهايه المباراه فوز الدفاع الحسن الجديد وتتويج الدفاع الحسن الجديد لاول مره، ولكن فريق الرجاء البيضاوي اكيد من الفرق اللي كتلعب دائما من اجل التتويج. هذه هي كره القدم معي محمد فاخر. تتويج الدفاع الحسن الجديد لاول مره على حساب فريق صاحب يعني المباريات النهائيه هو فريق الرجاء. كنظن ان مشات المباراه للاضطرابات الترجيحيه اللي كتكون مساله ديال الحظ، فهنيئا للفريق الجديدي وهنيئا للتتويج ديالو لاول خطره في تاريخه، وهنيئا للجميع المكونات ديال الفريق الجديدي. حنا درنا اللي علينا، كانت المقابله صعيبه على الفريقين معا، الملعب مساحه التفاريق، ولكن كيف ما كان الحال واحد الوقت كنا اقرب باش نفوزوا، كانت الكره في العريضه او لا جوج الكواري في العريضه للاسف ما دخلوا شيء، ولكن هذه الكره خاص منتصر وخاص منعزل. امتى حسيتوا بانه يمكن اللقب غادي الجديده؟ لا ما كنظنش وسط المقابله لا، ولكن في الضربات الترشيحيه فما كتعرفش واش غتضيع الكره ولا ما غتضيع شيء، فهذا مساله حظ لان فايت حنا انتصرنا السنه اللي مضات بالضربات الترشيحيه فداخله في الكره. هنيئا للفريق الجديد. شكرا. ميرسي. شوف شو واحد من جديد.